ومش مستاهلة ترجم هاخوك قريها هاخوك قدر كلامكو كله نسيل الشفقة أول ما جيت حلت البركة طبعنا الطابق على الطابق على الطابق دو حقي دي مش صدقة حلك مني عشان تعطل بالزور ومايك ولاب وفاقت كلام ده طاير من طنطال المجر كلام ده بجد من الصرصرة طبيعي يبقى فينا حتة طمع وانا صاحبي خوي لمت رجولتي من ابوي ساند نفسي بنفس اللون ربي ربي يكون في العون غامق في اللون مطبقنيش انا عايز اعيدها تقعدش تعمل افلام ما بردش لما بردش دود بقعدش اعطيك اسباب ما تزعلنيش ما تفوقنيش ما تكلم مساء الفل يا جماعه ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب هنبدأ من فين؟ I think ممكن أبدأ كده بسؤال سريع مين فيكم عنده interest بال content creation, music, film production, filmmaking, creative thinking, marketing, music production, fashion, photography كل الحاجات دي؟ أوكي فيعني طيب سريعا انا اسمي طارق نجارة من زمان بشتغل في الفيلم برودكشن دي اتس ا بيج اندستري في مصر وفي العالم الموضوع بدا سريعا عندي من باشن معين تجاه فكره انه problem solving هي بدات الاول عند ازاي يبقى في مشكله دايما في اي بروجكت بشتغل عليه اند ذن لقيت نفسي شويه شويه شخص بيحاول يدور على حلول لاي مشكله بتواجهني في الكارير باث بتاعي اند ذن ات وركت بقيت بروديوسر ومن بروديوسر برودكشن كومباني اسمها نجارة برودكشنز هي متخصصه في انتاج الاعلانات حاجات كتير لبراندز في مصر وبره مصر سريعا كده التوك بتاعتنا النهارده هتبقى بتتحرك حوالين what might be more interesting to you اللي هو music videos و music production والحاجات دي كلها بس مش هناخدها من الناحيه الفنيه انا عايز بس نركز على الجزء اللي هو ازاي ممكن يبقى في شخص حتى لو ما هو ما عندوش التالنت ان هو يصنع المزيكا بنفسه او يكون كرييتيف او 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 شخص بيتحرك حوالين الاندستري دي او البيزنس سيكتور ده من الشكل من الناحيه الفنيه بتاعته مهم ان احنا نبقى كمان عارفين انه it's not only about the artist مش الموضوع في ال, مش في ال, في ال, مش الكرييتيف بارت بس لا في بزنس سايد مهم جدا لانها هي عباره عن صناعه كبيره ما بتعتمدش بس على وجود فنان بيأدي او بيقدم محتوى لا بتعتمد كمان على وجود ناس كتير قوي بتكولابريت معاه في الـ في الالونج خلال البروسيس بتاع المشروع بتاعه وده اللي ممكن يخرج اي مشروع نقدر نقول عليه مشروع ناجح لو خدنا على سبيل المثال اي فنان من الفنانين او ارتست من اللي انتوا بتسمعوهم او بتحبوا تتفرجوا على المحتوى بتاعهم ما تتخيلوش او ما تتوقعوش ان الفنان او الارتست ده هو اللي بيعمل كل حاجه بنفسه اتقول انا من الناس اللي دايما بتقول ممكن شخص الموهبه اللي موجوده عنده توصله لمنطقه معينه ولكن علشان يقدر ان هو يكبر الموهبه دي وينميها مش هيقدر يشتغل لوحده مش هيقدر يعملها لوحده لانه اكيد الفنان او الارتست ده ما عندوش خبره في الفيلم ميكنج فهو ما عندوش فكره عن التصوير تكنيكلي بيتعمل ازاي فبيحتاج ان يبقى معاه فيلم دايركتور والفيلم دايركتور نفسه اكيد ما عندوش خبره كافيه بالتكنيكاليتيز بتاعه السينماتوجرافي اللي هي التصوير نفسه او الفيديوغرافي الكاميرات العدسات الورك فلو بتاع الفيلم ميكنج او التصوير نفسه اوكي فبيحتاج الارتست ده او الفنان ان هو يبقى بيكولابريت مع بني ادمين من سيكتورز مختلفة أو من قطاعات وأقسام مختلفة علشان يقدر يخرج البرودكت بتاعه أو الكونتنت بيس بتاعته بالشكل اللي هو يخليه مطمئن على إنه الكارير بتاعه بيكبر
تعالوا لو عملنا لها كده بريك داون سريعا علشان نبقى عارفين بس مش هقول البروسيس بس هقول what it takes for someone or for an artist to have his content released بالشكل اللي هو محتاجه وبعد كده هنخش عليها جزء جزء كده مش هقول job description بس سريعا ممكن نعدي على الشخص ده ممكن يكون كل شخص بيكولابريت معاه بيعمل ايه we know انه في فنان لو الفنان ده بيبروديوس ميوزك او هو شخص التالنت بتاعته في ان هو هتكلم على الجونرا اللي انا بحبها اللي هي هيب هوب راب تراب مهرجان عشان دي الحاجه اللي انا بسمعها بقالي فتره طويله انا كارتست لو قلنا ان انا راجل مثلا فنان وعندي تراك معين التراك ده علشان اخلصه انا محتاج ساوند انجينير معايا علشان يساعدني في كل ما هو تكنيكال ميكسينج اند ماسترنج علشان التراك ده يخرج كاوديو بس بالشكل اللي انا اقدر اسمعه واحس انه فيه جود كواليتي اوديو اند ذن انا عايز اصوره كميوزك فيديو عشان يطلع ميوزك فيديو اتس نوت ماي جوب انا دوري الوحيد بس ان انا اعرف اختار الناس اللي هي عندها نفس الشيرد فيجن بتاعتي كارتست ولما يكون عندهم نفس الشيرد فيجن بيبدا يتجمع مجموعه من البني ادمين اللي هم في المستقبل ممكن يكون في عدد كبير منكم بيعمل هذا الشيء وببدا الاول اشوف ازاي اختار البني ادمين دول بختارهم الاول بناء على قد ايه هم باشنت تووردز الحاجه اللي انا بقدمها مش بس كارتست لا ك جونرا عموما ك ارت سين عامه هل هم ناس حابه فكره الحاجه اللي انا بقدمها دي ولا لا اند ذن ببدا اشوف دايركتور فيلم دايركتور بيعمل ايه الفيلم دايركتور ده بيسمع الاوديو بتاعي وبعد كده بيبدا يتصور ويتخيل ازاي ممكن يبقى فيه بروبر فيجوال ريبريزنتيشن للاوديو ده لو خدنا فور اكزامبل اي حاجه من الحاجات اللي اشتغلنا عليها ريسنتلي ممكن اشوف ايه اللي موجود هنا ومفيش حاجه موجوده هنا اوكي مفيش حاجه موجوده فعلا طيب نعم في حاجة باش يعني تعالى نقول انه في مثلا ويكس فور اكزامبل او هتكلم على مثلا ميوزك فيديو انا بحبه قوي اللي هو جو ارض مولوتوف وشاب جديد I don't know if you know them او لا لما التراك خلص بدأنا ندور على دايركتر يقدر يكون عنده فيجوال ريبريزنتيشن لذيذة نقدم بيها التراك ده علشان نأبليفت هقول عليها ايه الفاليو بتاع الارتست ده تمام اجين الارتست عمره لوحده كفنان بيأدي سواء كان بيبروديوس المزيكا او بيكتبها او بيغنيها او بيعمل كله مع بعضه مهما كان قوي مش هيقدر يبروديوس كونتنت اكسايتنج ولذيذ لوحده ات نيفر وركت يعني عمرها على مدار السنين اللي انا بشتغل فيها ما شفت حد قادر ان هو يعمل مش بس في مصر بره لازم الشخص يبقى معاه ناس كتير قوي بتتعاون معاه علشان يضمن ان هو بيقدر يخرج ده فلو انت شخص مهتم بالقطاع ده او مهتم بال 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 بالسيكتور او الاندستري دي وحسيت ان انت ما عندكش الموهبه ان انت بتكتب او بتبروديوس المزيكا ده مش معناه ان انت ما تقدرش تشتغل في السيكتور ده انت دورك كفيلم دايركتور او كسينماتوجرافر او فيلم بروديوسر او اديتور او كولورست او اي حاجه من الحاجات دي كلها از از امبورتنت از الارتست نفسه لانه من غير الدور اللي هو ممكن يكون بسيط او جزء في المعادله عمر ما الكونتنت بيس دي هتطلع بالشكل اللي يخليك وانت بتتفرج عليها كمشاهد مبسوط تمام انت بتتفرج على ميوزك فيديو او اي فيلم او اي كونتنت بيس بتتفرج عليها وتبقى مبسوط اند يو ثينك اتس شيربل والحاجات دي كلها علشان مش شخص واحد اللي عملها مجموعه من البني ادمين اشتغلوا مع بعض عليها وخرجوها بالشكل ده ذن الدايركتور بيجي بيسمع التراك وبيبدا يحط عليه حاجه اسمها تريتمنت التريتمنت دي عباره عن كينوت برزنتيشن فيها شويه فيجوال ريفرنسز انسبيريشنز لحاجه معينه الدايركتور ده از ا كرييتيف مايند انفولفد وفاهم شويتين ثلاثه اربعه في الفيلم ميكنج اندستري بيبدا يتصور ازاي هو هيقدم
التراك ده بالشكل اللي يخليك كمشاهد تتفرج عليه وانت انترتيند. مش بس بيتخيل المشاهد وبيكتبها، لا كمان بيتخيل الارتست نفسه هيبقى لابس ايه، شكله عامل ازاي، الهير كات بتاعته عامله ازاي، الحاجات دي كلها بيفكر فيها الدايركتور. ده هيودينا لحته انه الارتست نفسه مش بالضروره يكون فاهم هو شكله المفروض عامل ازاي، هو ممكن يكون يقول رايه انا عجبني التصور بتاع المخرج او لا، لكن الديسيجن دايما بيبقى بتاع المخرج. المخرج هو اللي بيقرر الارتست هيبقى لابس ايه، الهير كات بتاعته عامله ازاي، الاكسسوارز، اللبس، الجزمه، الاتيتيود بتاعه، البرفورمانس، الحاجات دي كلها بتبقى انسبيريشنز جايه من الدايركتور. علشان كده اوقات كتير ممكن تتفرج على 3 4 ميوزك فيديوز لارتست وتلاقي ان كل واحد فيهم مختلف عن التاني، او تلاقي انه شكل الفنان فيها مختلف عن اللي قبليها، وبتبدا انت بتتعلق بحاجه معينه عجباك وبتيجي حاجه تانية ما بتعجبكش. اتس نوت اباوت ذا ارتست، اتس اباوت الدايركتور والناس اللي الارتست اختارهم عشان يعملوا الكولابوريشن ده معاه. فالدايركتور بيبدأ يحط التصور ده، ومن خلال البروديوسر اللي هو شخص زي اللي بيجمع الدايركتور ومدير التصوير أو اللي هو الدي أو بي أو السينماتوغرافر أو وات إيفر، والفاشن ديبارتمنت أو الوردروب ديبارتمنت أو الستايلست والآر دايركتور، الشخص اللي هو هيتخيل شكل اللوكيشن عامل إزاي، شكل الآر دايركشن، الحيطان عاملة إزاي، الفيرنتشر عامل إزاي، بنقول عليها بروبس، الحاجات دي كلها، الساوند ديزاين بعد كده في البوست برودكشن، الإديتور اللي هياخد المشاهد دي بعد ما اتصورت ويعمل لها إديت ويحطها ويرصها ورا بعضها علشان تشوفها بالشكل ايا كان الإديتنج ستايل بتاعها عامل ازاي، علشان تقدر تتفرج عليها وانت ده لذيذ جامد قوي الميوزك فيديو ده، انا حسيت ان انا اتعلقت بيه، هتفرج عليه اكتر من مره، الشيرت، هبقى انسبايرد. مش بس الموضوع دلوقتي بالنسبه لي انا حتى كشخص، مش اتس نوت اباوت ذا شيربيليتي، اتس اباوت هاو افكتيف الكونتنت ده از، يعني الافكت بتاع الكونتنت قد ايه هو خلاني نوعا ما كمشاهد انسبايرد ان انا اتفرج عليه اكتر من مره، خلاني كمشاهد مهتم بالاندستري دي كمان انسبايرد ان انا ابقى بارت من الصناعه دي بايا كان دوري فيها ايه. اجين مش بالضروره لو انت شخص I don't think I'm a creative mind at all. يعني أنا متخيل أو دايما متوقع إنه أدمغتنا ربنا مقسمها أنواع. في شخص عنده التالنت إن هو يبقى شخص مبدع بيعرف يفكر يطلع أفكار. في شخص بيقدر يرسم. في شخص بيقدر يفيجواليز حاجات ويرسمها بشكل معين أو يأنيميت أو الحاجات دي كلها. Again هي صناعة كبيرة فيها أقسام كتيرة جدا. مش بالضرورة لو أنت شخص ما عندكش جيفت معينة أو تالنت معينة إنك ده مش معناه إنك ما تقدرش تشتغل فيها، لا بالعكس الاندستري بتاعتنا دي السكوب بتاعها واسع جدا جدا. كمان في جامعات كتيرة موجودة في مصر دلوقتي بقت بتدرس الميديا والأدفرتايزنج والكونتنت والفيلم ميكينج بشكل أدفانسد عن زمان، فأنتوا حظكوا حلو دلوقتي إنه بقى سهل كمان إن أنت لو في حاجة معينة حبيبها في الاندستري دي you can google it and then you will find inspiration. هتلاقي حاجات materials موجودة كتير online ومع الوقت هتبدأ تكتشف انت ممكن تعمل فيها ايه. Now لو في شخص هيقول لي طيب انا ممكن ابدأ منين او اكتشف ازاي ان انا شخص ممكن اشتغل في الاندستري دي او لا، most of الناس اللي انا بتابعهم في حياتي عامة في الاندستري دي او الناس اللي انا تعلمت منهم ما فيش حد فيهم درس خالص ال ما حدش درس. انا شخصيا ما درستش فيلم ميكينج او برودكشن او اي حاجة، انا جاي من باك جراوند تانية خالص بعيدة تمام البعد عن الفيلم ميكينج اندستري، بس كان حظي حلو لانه لقيت نفسي فجأة بشتغل production assistant في film set. production assistant ده يعني كنت شخص it's as simple as ان انا كان دوري الوحيد لمدة سنة كاملة ان انا لو في اعلان او فيلم او ميوزك فيديو بتصور في شارع مثلا كان دوري ان انا افضي العربيات اللي ركنا في الشارع ده علشان تيجي الكرو. العربيات بتتكلم بقى في 30 40 تراك وكرو بقى فيلم كرو بيبقى عدد كبير جدا، فانا كان دوري الوحيد بس ان انا
ابقى سهران قبلها بيومين ثلاثه عمال بفضي الشارع علشان الكرو يجي يعرف يركنوا العربيات بتاعتهم والناس تبقى واقفه والحاجات دي كلها. دن شويه شويه بدات احس ان انا دي حاجه انا حاببها، فبدات اذاكر واحاول اتعلم وادي فرصه لنفسي ان انا اتعلم بس. انا مش محتاج ساعتها في شغلانتنا دي او في الكارير بتاعنا دي، الحاجه اللذيذه فيها انها عمرها ما كانت محتاجه بالنسبه لي انفستمنت، عمرها ما كانت معتمده على الفلوس، عمرها ما كانت معتمده بس على الكونكشنز، اتقول هي معتمده على وده حظنا الحلو كمان في الاندستري بتاعتنا دي، ما فيهاش واسطه، ما فيهاش كونكشنز، هي فيها انت قد ايه شخص شاطر وديديكيتد وباشنت اباوت الحاجه اللي انت عايز تعملها دي، وبتبدا تتحرك حواليها وتذاكر وتشوف الناس اللي انت بتتابعهم دلوقتي. بقى في انترنت وبقى في انستغرام وبقى في فيسبوك وبقى في جوجل والحاجات دي بقت سهله دلوقتي. زمان كنا بنتكلم في التليفونات علشان ريتش اوت لبني ادمين، الموضوع دلوقتي اسهل بكتير. فبليز ادفايس كده سريعه، لو انت مهتم ما توقفش ريسيرش على ازاي هتقدر تكونكت مع ناس تتعلم منهم، ده رقم واحد. ما تبصش لنفسك كشخص من اول ما تفكر ان انت هتبدا في الكارير ده كشخص بيزنس اونر او عندك شركه او كذا، لا، دور على انه دورك في الاندستري دي هيبقى ايه. انا كنت واحد من الناس اللي بيقول لنفسي انا مش عايز ابقى اندب فيلم بروديوسر بالشكل الطبيعي او التطور الطبيعي بتاعها، انا قلت انا عايز ابقى شخص نوعا ما عندي تأثير معين او عندي فاليو معين مختلف اقدر اضيفه، مش بس للاندستري كصناعة ومش بس للبزنس سيكتور ده كبزنس، لا كمان ككوميونيتي كانفايرمنت ككمان بلد انا موجود فيها. ازاي فعلا اقدر اخلي المحتوى اللي انا بنتجه او بكولابريت فيه مع بني ادمين معينين يبقى مؤثر بما فيه الكفاية انه يخليني شخص قاعد بشكل ما مبسوط من الفاليو اللي انا بضيفه للاندستري اللي انا بشتغل فيها. فاجين ذا مين انفستمنت في البيزنس سيكتور ده او في الاندستري دي او في صناعه او المجال او الكلاود بتاعه الكرييتيف اندستري عموما، هي معتمده على حاجه واحده بس، قد ايه انت شخص فعلا 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 مخلص للي انت عايز تعمله. يعني لو انا راجل جرافيك ديزاينر ما ينفعش اقول ان انا لمجرد ان انا عندي موهبه معينه او حاسس ان انا التالنت اللي عندي في الديزاين از جود ده معناه ان انا وصلت، لا، لازم طول الوقت ابقى بدور على ناس اتعلم منهم، بيبل اي لوك اب تو، ومع الوقت شويه شويه ببدا براكتس تكنيكس معينه. سيم جوز فور ذا فيلم دايركتور، انا كفيلم دايركتور هقعد ادور ازاي ان انا اتفرج على شغل بتاع دايركتورز، انا مهتم انه اللوك اند فيل او الستايل بتاعهم في الفيلم ميكنج او في الاخراج انا مهتم بيه، فابدا ادور ازاي ان انا انمي الموهبه بتاعتي كمخرج. الانترنت موجود، ميك ا جود يوز اوف ذا انترنت اند ذا ريسيرش، لان كل الريسورسز دلوقتي بقت متاحه اونلاين بجانب الدراسه. اي اندرستاند ان انتوا ان شاء الله خلال الفترات اللي جايه هتبقوا بتدرسوا في جامعات من الجامعات الروشه اللي موجوده دي، فما تعتمدش بس على شهاده الجامعه او اللي انت هتدرسه بس، دي نصيحه. انا شخص مخلصش الجامعه، فانا ممكن ابقى ريليفنت بالنسبه لناس كتير، وكنت بدرس حاجه تانية او بحاول ادرس حاجه تانية، هندسه ميكاترونكس اصلا، فدي حاجه ما لهاش علاقه خالص باللي انا بعمله دلوقتي، وحتى ما كملتهاش، بس حسيت ان انا شخص ممكن اكون مخلص قوي 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 للي انا شايف نفسي بعمله. فبالتالي it's not only about الشهادة الجامعية. حظكم الحلو انه بقى في جامعات بتدرس السيكتور ده، فانا شايفها بلس. انا لو بدرس حاجة انا حاسس نفسي عايز اشتغلها دي حاجة عظيمة جدا، وكمان لو بدرس حاجة انا عايز اشتغلها وبحبها وتالنتد فيها وداخل شاطر، ده خلاص انا كده راجل انا يعني ومخلص لها كمان كده، خلاص انا اضمن لك من دلوقتي انت تقدر او تقدري انك تطمن على المستقبل. لانه بصراحة كمان السيكتور بتاعنا ده او الصناعة بتاعتنا دي it's a very good money، it's a very 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 good money. لو انت شخص كمان بقيت شاطر وديديكيتد ليها you will not need to worry about anything. مش محتاج يبقى معاك فلوس في جيبك علشان تبدأ. ممكن لو انت شخص مثلا مهتم بحاجة معينة فيها محتاج equipment، محتاج equipment as انه as simple as انه محتاج لابتوب بسبيكس معينة علشان تقدر تديزاين او تكرافت او تعمل editing او تتعلم حاجات، ده ينفع. طيب علشان الكلام ده كله ما يبقاش معقد بالنسبة لكم، انا هقول في ستيبس بسيطة جدا ازاي انا اكتشف كشخص. لو انا قاعد مكانكم دلوقتي I assume انه اعماركم ما بين 18 ل 20 22 حاجة كده،
اصغر 15 16 17 محظوظين قوي قوي. يعني انا مش حظكم احسن من مثلا 40 50 60 مليون واحد في مصر. تعالوا نتفق على كده الاول. يعني انتوا مجموعه من البني ادمين جايين قبل ما تخشوا الجامعه وتدرسوا يور اكسبوزد للاندستري او السيكتور اللي انتوا ممكن تبقوا حابين تشتغلوا فيه. انتوا مفكرين في المستقبل بزياده قوي, فانتوا هتبقوا ناس. يعني انا متخيل كمان 5 6 10 سنين ممكن انا بقى شخصيا بشتغل عند حد فيكو عادي جدا, تمام؟ ف جود لك. طيب كشباب لذيذه كده قاعده بتفكر في المستقبل وعندها فرصه لذيذه قوي, تبدا تستكشف ده ازاي؟ لو انا شخص بتفرج على ميوزك فيديو وبدات افكر, او فيلم او اعلان وبدات افكر ايه ده هو اتعمل ازاي, يبقى انا شخص مهتم ب الصناعة دي. لو انا بدأت اركز على تفاصيل معينة زي ساوند ديزاين وبدأت افكر في اللبس شكله ازاي, طب هم عملوا ده ازاي, الكاميرا موفمنت, الحاجات دي كلها, لو بدأت تفكر وتسأل نفسك هو ده اتعمل ازاي, مش بس بتتفرج عليه وتقفله وتشيره وتجري, يبقى انت شخص مهتم بالصناعة دي. ولو انت مهتم بيها بتبدأ تشوف كمان, لو انت مهتم وده مجال دراستك اجندة حاجة عظمة ماشي, فبتبدأ تشوف أنا مهتم بهذا الشيء وكمان بدرسه, حبدأ أشوف إزاي أعمل حاجة أنا كشخص مؤمن بيها اسمها روتيشن. لو أنا مهتم بالفيلم ميكينج it's very 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 important إن أنا أبقى عارف البروسيس بتاع أو الورك فلو بتاع الكونتنت بيس اللي أنا بتفرج عليها دي عامل إزاي. أنا كبروديوسر و I think أنا بروديوسر شاطر, لأنه كنت طول الوقت اللي أنا بعمله أنه أنا ممكن أبقى أكون بروديوسر, بس أنا كنت مهتم قوي أبقى عارف يعني إيه جرافيك ديزاين. وبعد ما بقيت يعني عارف يعني إيه جرافيك ديزاين بدأت أجرب إزاي أنا ممكن أديزاين. طبعا فاشل جدا, أنا قلت الأول مبدئيا أنا not a creative person, فأنا كل ما حاول أعمل ديزاين ببقى فاشل, أفشل حاجة في الدنيا, بعمل حاجات يعني ما أنا نفسي ما أعرفش أشوفها. However, it was very important for me إن أنا أعرف what it takes for a graphic designer إن هو يطلع ديزاين جميل. الكريتيف بروسيس والإنسبيريشنز بيدور عليها إزاي, والإليمنتس والتولز والبلوجينز والسوفتويرز والحاجات دي كلها. It's very important إن أنا كفيلم بروديوسر أبقى عارف هو بيعمل إيه علشان يديني ديزاين أقدر أستخدمه, حتى لو هو عبارة عن تايب فيس هحطه على فيلم أو إعلان أو على ميوزك فيديو. مش بس كده, بدات ادور كمان طب الايديتنج يعني ايه ايديتنج, او الايديتور ده بيعمل ايه. فبدات احاول ان انا ايديت, ده في حاجه اسمها بقى فاينل كات, وفي حاجه اسمها بريمير والحاجات دي كلها. فانا لازم ابدا ابراكتس الحاجات دي علشان ابقى عارف الشخص اللي بيديليفر البيس دي او الايديتور هيمر بستراجلز عامله ازاي علشان يسلمني شغلي, وكمان عشان اعرف اساعده, وعشان كمان اعرف اشوف انا دوري هيبقى ايه معاه. الار دايركشن, الحاجات دي كلها لازم. لو انت شخص مهتم بالصناعه دي دور على مكان وير يو كان اكتشلي تجرب كل الحاجات دي مع بعض. ما تدورش وما تحصرش نفسك في حاجه واحده بس. It doesn't mean لو انت راجل بتحب الديزاين صدقني ممكن تكون بتحب الجرافيك ديزاين دلوقتي, بس كمان 3 سنين هتلاقي نفسك لا انا مش حابب الديزاين انا اصلا. يعني انت ممكن تبدا كجرافيك ديزاين وتنتهي حياتك ك one of the top film directors مش بس في مصر, في العالم. And we have such an example, عندنا directors موجودين في مصر بدأوا graphic designers ودلوقتي هم بياخدوا awards في festivals زي كان film festival و awards يعني صورهم بتتحط في film festivals عالمية. يعني ممكن يبقى ليوناردو دي كابريو او براد بيت معدي جنب صورة لمخرج زي علي موجودة عادي جدا, وده شخص بدأ من حتة بسيطة جدا هي ديزاين, وبدأ يلاقي انه طبعا انا عايز اتعلم حاجات تانية اكتر, انا عايز اطور اكتر. I don't wanna end up doing this only. ده مش معناه انه الجرافيك ديزاين مش حاجة حلوة, لا, في ناس بتوصل بالديزاين ليه برضو ريكوجنيشن كبير, بس انا هتكلم على السيكتور اللي انا بشتغل فيه كفيلم ميكينج. فمش معنى ان انت مهتم بحاجة او شاطر بحاجة دلوقتي ده معناه انه هي دي الحاجة الوحيدة اللي انت تقدر تعملها, لا, لازم تتحرك حوالين حاجات كتيرة قوي, لانه الانسبيريشن بيجي من هنا, او الديفلوبمنت على الكاركتر بتاعتك كشخص في الاندستري دي بيجي من الحتة دي, بيجي من الروتيشن. لازم تبقى بتجرب حاجات كتير, بتجرب جرافيك وبتجرب اديتنج وبتجرب تصوير وبتجرب فوتوغرافي وبتجرب ريتاتشنج كمان.
الفوتوغرافر يا جماعه مش بيصور الصوره بس، الفوتوغرافر بيصور الصوره وبيذاكر لايتنج وبيذاكر ريتاتشنج زي ما هيمن كان بيتكلم من شويه. It's a very hectic process, it's not easy, بس الديديكيشن بتاعك واخلاصك للي انت عايز تعمله هو اللي هيحدد انت هتوصل لفين. أجين وهكررها للمرة المليون، مش محتاج تبقى معاك فلوس كتيرة في جيبك علشان توصل لأي حاجة أنت عايز تعملها في الاندستري دي. ده مين انفستمنت هو الدماغ. لو الدماغ دي شغالة أنت تمام، لو الدماغ دي مش شغالة يبقى أنت راجل بتضيع وقتك. تجرب حاجة تانية بقى خالص، ده يعني أي حاجة تانية تمام، بس يعني دي اندستري أو ده سيكتور انت هتدمن فكرة ان انت شخص تفضل دماغك شغالة طول الوقت. لانه انا واحد بعتبر نفسي محظوظ ان انا بشتغل في حاجة اكشلي انا بحبها جدا، فطول الوقت انا راجل مش عايز ابطل شغل، عمال ادور على انسبيريشنز، عمال اتفرج على كونتنت، عمال ادور على حاجات تستفزني ان انا اطلع حاجات احسن. بدور على ديزاين، بدور على فوتوغرافي، بدور على سينماتوغرافي، بدور على دايركتورز، بدور على فاشن ديزاينرز، لوكال فاشن ديزاينرز وحاجات من هذا النوع. then أجينا علشان ما انتهش من الحتة الأساسية في الموضوع، احنا بنتكلم في انه لو انا شخص حاسس ان انا مهتم ممكن اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بعمل روتيشن. اعمل الروتيشن ده ازاي؟ It's very simple. انا بدرس في السيكتور ده في الجامعة بتاعتي ايا كانت الجامعة ايه؟ الديبورتمنتز او الميجرز، ميجرز صح؟ بقت حاجات كتيرة، بقى في حاجات اسمها دبل ميجر، ما شاء الله التعليم اتطور جدا يعني، بقت حاجات انا ما بعرفش مش فاهمها قوي دلوقتي بس I think it's cool. ف حاجة تانية مهمة، again انتوا اعماركم صغيرة قد كده هو it's very cool يا جماعة، I'm very impressed انه في السن ده انتوا قاعدين بتسمعوا الكلام ده. دي حاجة مش موجودة، ما كانتش موجودة قبل كده. لما بدأت اشتغل في الـ في الـ في الـ في الـ في السيكتور اللي انا فيه ده ما كانش فيه ديجيتال كاميرا، ما كانش فيه تليفون، فكنت ممكن اطلع اعمل حاجه اسمها معاينه اللوكيشن مثلا فور اكزامبل، رحت عاين في سانت كاترين مسافر 10 ساعات وبصور بفيلم كاميرا معاينه عشان اوريها للدايركتور، الفيلم اتحرق، معيش تليفون عشان اقول الفيلم اتحرق، فرجعت تاني اصور بفيلم تاني، ما كانش فيه ديجيتال كاميرا. انتوا دلوقتي الموضوع سهل قوي، anyone can be a photographer, anyone can be a film director, anyone can be a producer because فين التليفون؟ التليفون، التليفون بقى فيه tools و applications، حاجات كتيرة قوي تسهل عليك انك تتعلم الحاجة اللي انت بتحبها and you can practice it. وبدل ما تقعد تضيع وقت سنة واثنين وثلاثة زينا زمان، كان في ناس كتير قوي، انا عندي واحد صاحبي اشتغل معايا 3 سنين وبعد كده بقى محامي، ساب الاندس وراح، هو اصلا بقى محامي، خلاص بعد ما ضيع 3 سنين في حاجة راح اشتغل حاجة تانية خالص. دلوقتي الموضوع بقى مختلف لانه في عصر المعرفة اللي احنا فيه ده وفي وجود الانترنت، اللي انا انصحكم make a very good use of the internet. الانترنت استخدموه صح. التول انا شخص لو في حاجة اتعلمتها وانا كنت بدرس اصلا هندسة، كل اللي انا اتعلمته 80% منه كان من الريسيرش على الانترنت، تمام؟ وده على مدار 13 سنة بشتغل فيهم، يعني بشتغل في الشغلانة دي من وانا 21 سنة او 20 سنة تقريبا، فبقى لي حبة حلوين يعني 13-14 سنة. الانترنت ساعتها ما كانش بالتطور اللي احنا فيه دلوقتي. Now you can access applications عشان تعمل retouching للصور. You can actually edit. You can actually learn about العدسات واللينزز through mobile applications و internet. ف make a very good use of the internet. Again, فلما تيجي انت كشخص حسيت انه الاهتمام ده موجود وعندك الاكسس ان انت بتدرسها وحبيبها ومعاك الانترنت تاني اللي انت المفروض هتستخدمه صح قوي وبتعمل الريسيرش بتاعك، then ما تضيعش وقت على الجامعة بس، تمام؟ لو عندك اجازة، ما اعرفش الاجازات بتبقى عاملة ازاي، اسيوم ان بتبقى فيها اجازة نص السنة واجازة اخر السنة، ما تقعدش، ما تسافرش الساحل، ما تخرجش اصلا دلوقتي يعني بصراحة، هتخرج كويس قوي بعدين. الكام سنة بتوع الجامعة صدقني انا وانا هذا النوع من البني ادمين ما كنتش فعلا مركز على قد ايه انا شخص هبقى مبسوط دلوقتي وبخرج اكيد طبعا كنت بخرج ومبسط وبهزر وكده، بس ده ما كانش فعلا اللي شاغل دماغي. اللي كان شاغل دماغي ان انا كنت بحس انه لا انا مش عايز اضيع وقت دلوقتي، انا عايز بعد كده اخرج قدام وانبسط قدام واسافر براحتي من غير بقى مضطر ان انا اخد فلوس بقى من حد او استنى، لانه يعني اي اسيوم انه اكيد مش كلكم حابين انه تفضلوا بتاخدوا مصروف لفتره طويله. The good thing about your generation is that
your generation is becoming very independent. انتوا ناس كتير منكم دلوقتي I assume بيبقى في السن ده بيفكر انا امتى مش هوقف ان انا اخد مصروف من اهلي, which is a very good sign. يعني انا شخص مؤمن جدا, ده حاجة note side note كده على جنب, انا مؤمن انه الopportunities اللي موجودة في مصر is endless. انا مؤمن بانه generations بتاعتي وبتاعتكم كمان فعليا فعليا مش بس هتاخد الاندستري او الكوميونيتي بتاعتنا في حتة احسن, فعليا انا من جوايا مصدق ده انه اكيد في 30-40 اتمنى يكون كلكم المجموعة اللي موجودة هنا دلوقتي دي ناس فعلا 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 هتبقى بتغير المستقبل, وصدقوا ده من دلوقتي علشان انا كنت بضحك على نفسي اقول ده زمان وفجأة لقيت نفسي I was actually creating my future by only imagining انه I can do it. فلو انتوا بادئين بدري عني قوي كده, انتوا I believe انتوا بادئين عني بدري 6 سنين, انتوا فاهمين يعني ايه 6 أو 7 سنين بدري؟ دي حاجة مرعبة. يعني you can actually at your 23 or 24 you could be an industry leader or a real influencer in the business sector اللي انت بتشتغل فيه في مصر. ما تصدقش اي حاجه من الحاجات اللي انت ممكن فعلا المظلمه اياها اللي احنا بنسمعها, وانا مش عايز احس ان انا بقول حاجه كرنج او تشيزي, بس انا فعلا من جوايا مؤمن بده, لان انا واحد بدا بدون اي opportunities at all, ما كانش عندي اي فرصه, المنطق بيقول ان انا ما عنديش فرصه, او سايد نوت كده انا اصلا كنت سواق ميكروباص, فيعني مش منطقي ان في سواق ميكروباص ممكن يبقى بعد 20 سنه فيلم بروديوسر, فكنت متخيل ده I was only imagining this. منطقة اسمها مبابة تمشي كده على طول في الاتجاه ده, لما عرفش تعرفها ولا لا. فمهم قوي انه thank you so much thank you مهم انه وانا بقول لكم فعليا انتوا بادئين بدري عني بكتير, دي حاجة اصلا مخوفاني شخصيا. انا دلوقتي عمال اقول يا نهار اسود العيال اللي قاعدة دي ممكن كمان كم سنة تقعدني في البيت, فانا من دلوقتي هبدأ افكر الناس اللي كانت قاعدة هنا النهاردة بتسمع التوك دي وسحلة نفسها بدل ما هي في الويك اند بتخرج او بتعمل حاجة جاية اكتشلي بتفكر في المستقبل هيعملوا فينا ايه, لانه ولا واحد من اللي بيشتغلوا في السيكتور بتاعنا دلوقتي ولا واحد كان عنده الفرصة ان يبقى قاعد القاعدة دي بيشوف المستقبل عامل ازاي. ف what you're actually doing now النهاردة انتوا مش قاعدين بتسمعوا ناس بتتكلم وبتضيع وقت, you're actually creating your own future او ده فعليا ده اللي بيحصل, مش بكرنج خالص, هو ده اللي بيحصل دلوقتي, انتوا ناس قاعدة بتفكر في المستقبل اكتر من اي حد نجح في الصناعة دي النهاردة, مش بس في مصر عالميا, لان انا حتى انا شخص سافرت دول كتير واشتغلت في بلاد كتير قوي قوي تمام, يعني الحمد لله لفيت, عمري ما سمعت ان في حاجه زي كده, يعني فعلا. وانا انا بعيدا عن كل حاجه حابب اشكر الناس اللي هم ايس بارك اللي نظموا هذا الشيء اللي انا اول ما سمعت عنه فعلا 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 انا كنت مسافر واضطريت اجي مخصوص علشان اقف اتكلم معاكم النهارده, لانه فعلا I was very impressed by the fact انه في حاجة زي كده موجودة أصلا. يعني طلبة في المدرسة بيجوا جامعات وبيجوا ناس industry leaders and influencers يقولوا لهم لو أنت حابب حاجة من الحاجات اللي أنت شايفها دي ممكن تبدأها وتعملها إزاي. research, hard work, dedication, passion, دي الحاجات اللي بتحرك أي حد في الأول, أي حاجة بعد كده سهلة. again أنا معلش أنا فاضل قد إيه يا جماعة؟ أنا طولت, فاضل قد إيه؟ نعم فاضل دي Q&A حلو قوي ماشي جود. فده Q&A حريكاب سريعا, انا فيلم بروديوسر, الفيلم بروديوسر ده بيعمل ايه من الاخر؟ انا بالنسبه لي انا اجمد واحد في الشغلانه. ليه كبروديوسر؟ لان انا بجمع كل الناس دي وميك شور ان كل حد فيهم عنده السبيس انه يطلع احسن حاجه في شغله, ف اي ميك شور ان الارتست هي ديليفر ا فيري جود كواليتي اوديو, اي ميك شور ان الدايركتور هي ديليفر ا فيري جود كواليتي تريتمنت فيها فيجوال ريفرنسز اند دايركشنز هتخلي البرودكت ات دي اند معمول بشكل مظبوط, اي ميك شور ان الدي او بي او السينماتوجرافر او المصور هيقدر يبقى عنده المساحه ان هو ياخد فريمز حلوه ومعاه المعدات اللي هتساعده, الوردروب ستايلست او الفاشن ديزاينر او وات ايفر هيعرف يديني احسن حاجه هتمشي على اللوك اللي عامله الدايركتور. فالبروديوسر هيز بيزيكلي ذا انجينير اوف ذا بروسيس, هي از ذا بزنس مان ان ذا تركيبه,
بس now in 2022 and in the future the producer should not be only a businessman, he should be also an artist. لازم تبقى فاهم الانسبيريشن والارت بيجي منين وتذاكر ارت كويس قوي علشان تقدر تتحرك حوالين الحاجات دي. Q&A لو في حد عنده اي اسئله بقى انا موجود. اللي هي هتطلع هنا يا شباب هنا اهو, فانا بص هنا يلا ايه اللي هيحصل. طيب يا جماعه هتسكنوا الكيو ار كود ده, هوسع لكم, هتسكنوا الكيو ار كود ده, اللي عنده اي اسئله في اي حاجه راندوم ممكن يسكن الكيو ار كود ده والمفروض الكويستشنز هتبدا تطلع. سكان كيو ار كود ده. كده بعد ما طيب لحد ما الناس تسكان والاسئله تطلع, في حد من الشباب اللي موجوده مهتم ب في حد يعرف يعني ايه فيلم دايركتور مثلا؟ مين يعرف يعني ايه مخرج؟ مخرج ماشي, شفتك ماشي ماشي اهو. فانتوا عارفين يعني ايه اكشلي فيلم دايركتور, سينماتوجرافر, دي او بي, حد وصل للحته دي؟ ماشي انت, انا اكيد, ما انت ماسك كاميرا اكيد. هو ماسك كاميرا برضو اكيد يعني, بس مين تاني من الشباب اللي موجوده دي او بي اند سينماتوجرافر؟ انتوا عارفين الجوب تايتل ده؟ ما هو واقف على الدراع يعني, ما انا برضو فاهم. بس انا ببص على الشباب اللي هنا, ما حدش يسحلني هنا يا جماعه. Questions? What was your greatest struggle? نتعلم انجليزي كانت صعبة قوي, لأن أنا again I didn't get the chance to have a good quality education at all. كنت في مدرسة حكومة ما بتدرسش انجليزي, فكان صعب قوي موضوع الانجليزي. I was actually learning English through music, وحبي للمزيكا بدأ هنا. كنت بجيب شرايط زمان, Backstreet Boys, تمام, اي وانت اجيب بقى الليركس واقعد اقرا واترجم, وكنت مهتم الاول ان انا عايز انطق صح وبعد كده اتعلم معنى الحاجه, انا عايز بس اقعد اغني كده زيهم وانطق الحاجات زيهم وبعد كده اتعلم. فدي كانت اهم ستراجل موجوده عندي فعليا ان اتعلم انجليزي. اول ما بدات اتعلم وفجاه بقى في انترنت, لقيت حاجه اسمها انترنت بقى بتدخل كده دايل اب وبتاع وحاجه كده مش زي دلوقتي خالص. كان واز اكتشلي A very long process to access internet and access www. ده كان حوار يعني. فأنا أول ما لقيت إنجليزي وإنترنت خلاص بقى أنا unleashed يا جماعة, أنا في عالم تاني خالص بقى دلوقتي, أنا مش معاكم, أنا مش في مصر, أنا مش في الحتة دي, أنا في حتة, أنا في الـ في الـ في الكلاود. فـ الـ struggle دي for you to understand كشخص من منطقة معينة و environment معينة و background معينة إنه يعرف يتعلم لغة ويبدأ يأكسس إنترنت, it was a big thing. لأنه كنت عشان أدخل على الإنترنت بحتاج إن أنا أروح سايبر, والسايبر ده بقى تقعد تدفع بالساعة وتقعد على الإنترنت. شباب كتير بتعمل حاجات تانية على الإنترنت وأنا قاعد بقى مسحول عمال أبص بقى فيلم ميكينج كرييتيف مش عارف ايه, اقرا في ارتكلز في اي حاجه بقى اقعد اذاكر والحاجات دي كلها. فدي كانت ستراجل مش ألذ حاجه. السينجينج مش عارف اساعد قوي في السؤال الثاني بتاع الغنى ده, لان انا مش مغني. بس ممكن اقول لك حاجه, اجين لو انت شخص حاسس ان انت عندك حاجه حابب تعملها, practice. The more you practice, the more you will understand الحاجة دي موجودة عندك ولا لا, ولو موجودة هتطورها ازاي. practice ده مش معناه تغني في الحمام أتقول تمام, أو مش تغني في حتة كده الإيكو فيها حلو فتحس إن عندك صوت. كلنا بيبقى صوتنا حلو وإحنا بناخد الدش for sure, بس لا, practice ده يعني ابدأ دور على ناس حواليك يقدروا يساعدوك ويقدروا يقولوا لك الموضوع ده موجود عندك ولا لا. لو انت بقى بتحب الغنى قوي لدرجه انك حسيت انك ممكن تبقى مغني وما بقيتش مغني, ده مش معناه ان الموضوع انتهى بقى وتروح تشتغل حاجه تانية. لا, ما هو انت ممكن تبروديوس مزيكا, ممكن تشتغل وتساعد فنانين تانيين بيغنوا, ما تسيبهاش وتجري بقى وتقول خلاص ما هو انا يا غني لا يا لا. طالما انت
حابب السيكتور ده معناه ان انت حابب حاجة اسمها الكرياتيف او الميديا والانترتينمنت اندستري، ما تسيبهاش، هتلاقي دور تاني ليك فيها. مش معناه انك ما غنيتش يبقى انت خلاص مش بتاعتك، لا خالص، ينفع تعمل حاجات تانية حواليها، بس البراكتس كمان هيساعدك انك تستكشف ايه اللي ممكن تاني تعمله في القصة دي. What do you do when you have creativity block؟ ده سؤال مهم جدا. انا عايز بس ثانية هنا عند سؤال الكرياتيف بلوك ده. نعم انت اللي سألتيه؟ طب جامده، ماشي تمام. من اولها يعني عايزه كريدت، يعني مش مصدق. هي يا جماعه اسمك ايه؟ طب وقفي كده يا ساره ثانيه. ساره يا جماعه سألت سؤال كويس. اهي ساره، اهي يا جماعه وقفي، هدفوها يا جماعه ممكن تبقى مهمه كمان كام سنه عادي، او اكشلي هتبقى مهمه لان سؤال مهم. طيب في ناس كتير قوي في الاساينمنت او في الانيشيتيف بتاعه الباترون كنت مركز قوي على حتة بالذات، وهحكي لكم كيس سريعة. I'm not sure if you're familiar بالباترون ولا لا. الباترون music collective independent music label. كنا مركزين قوي عشان نلونش ان احنا نبين قد احنا حابين المزيكا دي. فبسم الله الرحمن الرحيم كده في مروان بابلو وفي ليجاسي، الناس دي بطلت تغني ليه يا جماعة؟ لازم ترجع تغني تاني. يعني لو هم وصلوا انه عندهم تالنت معينه والتالنت دي وصل الحال بيهم، انا شخص مؤمن جدا 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 بالموهبه اللي موجوده، وفجاه الناس دي بطلت وقفت تعمل اللي هي بتعمله ده، يبقى هنا في مشكله. المشكله دي ايه؟ هي السؤال اللي انت سالتيه. It was a block. البلوك ده عمل بيجي بقى بانزايتي، وبيجي تحس كده الوحي بيتقطع. تمام. فبدأت أذاكر بشكل انتنس إزاي نوصل لفكرة إنه لو في artist أو creative mind حصل له creative block، إيه اللي المفروض يحصل؟ لقيت حاجة كده موجودة. I consulted someone في حاجة اسمها Dazed magazine. It's an international magazine. وقعدنا مع الراجل ده الله يمسيه بالخير، اسمه مات. اسمه مات، هو عايش. Creative block. How do you deal with it؟ راح بعت لنا اكسل شيت. I was very impressed برد الموضوع. راح بعت لي كده 30 40 حاجه، قال لي هم دول المفروض اي كرييتيف مايند يعملهم لو حصل له كرييتيف بلوك. اتس اول اباوت ليه بقى الكرييتيف بلوك بيجي؟ لما انا تدريجيا ابدا يا اما افقد الشغف، يا اما احس انه ما فيش نتيجه للي انا بعمله ده. احباط بيزيكلي، ببقى محبط، بحس ان اللي انا بعمله مش ابريشيتد، او مش متشاف بالشكل الصح، او انا مش عارف اطلعه بالشكل الصح. اذن اي نيد تو جيت انسبايرد من اول وجديد بقى، انا محتاج ادور على حاجه تانية تانسباير مي ان انا اعمل اللي انا بعمله ده او اطور منه. لو انا شخص بغني، ممكن الانسبايريشن الاقيه في لمجرد ان انا اروح اديسكونكت واقعد في مكان في النيتشر. لو انا شخص بعمل اي حاجه في الكرييتيف اندستري، الانسبيريشن ممكن يجي باي واتشينج موفيز. تمام. واتشينج ميوزك فيديوز، واتشينج حاجات تو انسباير مي في السيكتور اللي انا بشتغل فيه. صدقوني يا جماعه مش بالضروره تكون في نفس الشيء. يعني مش لو انا بغني فاروح ادور على جوجل بسم الله الرحمن الرحيم ترافيس سكوت لما حصل له كرييتيف بلوك عمل ايه. لا، مش بالضروره خالص. ممكن اتفرج على دوكيومنتري سمكه التونه العنيده والاقي انسبيريشن جاي من واحد بيصطاد سمكه تونه عادي. ف يو اونلي نيد تو جيت انسبايرد اجين. فكرييتيف بلوك حصل، اول كلمه تيجي في دماغك اي نيد انسبيريشن، دور عليه بقى في اي حته. افضل دور عليه لحد ما تحس انك شويه شويه البطاريه بتاعه الكرياتيفيتي اللي في المخ في الحته الشمال دي بدات ايه تزيد شويه شويه. ف جود كويستشن. اسمك ايه تاني؟ ساره. يا جماعه سالت سؤال حلو بمسوا عليها. اوفر ساتوريشن اوف كرياتيفيتي ايه creative industry, how to remain special. More or less نفس الحتة، بس I don't like the word special بصراحة. There is nothing special about what we're doing at all. يعني I believe in no, it's not special at all. It's only لو انت شخص again حبيبها وقاعد بقى قاعد لها ومركز لها، نوعا ما ممكن تبقى special دي. بس انا كلمة special دي ما بحبهاش بصراحة. special دي ممكن اقولها في خروجة، في قاعدة، في date، في اي حاجة من دي. انما special ما مش عارف، مش متأكد. How did you keep going when you didn't have any motivation?
ما هبص موتيفيشن دي برضو سنة ليها علاقة بالكرياتيف بلوك. بس أنا دايما لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي امبارح بقول له أنا واحد من الناس اللي الهيترز بيأكتيفيتوا الموتيفيشن عندي. The more I do good stuff صدقوني ودي حاجة مهمة ركزوا فيها اتعاملوا مع موضوع الهيت والجيلسي بشكل مختلف خالص لانكم هتقابلوه في كل حته وفي اي حاجه. انا واحد من الناس اللي قررت انه ال the more haters I have the more motivated I am. فالموتيفيشن دايما عندي بيجي من حته ما انت يعني شكلك ممكن تبقى جامد فانت طب انت ممكن تبقى اجمد بقى دلوقتي وتدي للهيترز اسباب اكتر بكتير ان هم يزودوا هذا الشيء اكتشلي يعني غزهم اكتر يعني. فركزوا في الحته دي. موتيفيشن دايما انا بالنسبه لي بيجي من حته I want to do more nice jumper ميم مرش جامد. فالموتيفيشن دايما انا كشخص بيجي لي من الحته دي. again موتيفيشن بيجي من الانسبيريشن. فانت لو انت بتدور على الموتيفيشن ده معناه انك ممكن يبقى عندك حته هسه كده من الكرياتيف بلوك ده. في اي اسئله تاني ولا كده وير جود؟ طيب جماعه شكرا جدا جدا ليكم. كنت سعيد اجين. شكرا ايس بارك ايفنت جامد. شكرا يا جماعه اشوفكم قريب.